ما دام امين رزق، ما دامش وقار، انت يعني الحقيقه اسعدك الحظ والقدر بان انت وقفت قصاد عمالقه الفن العربي الحقيقه وعلى خشبه المسرح. أيوة. ده موضوع تاني. فكانت عامله ازاي ما دام امينه رزق وما دامش وقار؟ ما دام امينه رزق كانت جده، ما كانتش ام. الله. كانت عارف حضرتك الحب بتاع الجده. طبعا. انه الناس بتتلم عند الجده وعطاء الجدة. طبعا. يعني هي تجيب الحاجات الحلوة للولاد اللي موجودين، هي تستناني لما اجي، لازم اعدي عليها، لو ما عدتش عليها في اوضتها تزعل مني وتقولي انت ما جيتليش ليه اول لما جيت. يعني الجدة هي لما المجموعة العمل، طبعا الفنان كمان محمود الجندي ده كان تقريبا من اوائل الاعمال لي، وكان هو جاري كمان، يعني كنا احنا ساكنين في شارع نبار، فكان بيعدي عليا ياخدني نروح المسرحيه سوا ونرجع سوا. جميل. فكان برضو هي بتتعامل معاه كجده، يعني هي جدته مش امه. يعني الفنانه طبعا شيكار فنانه طبعا عظيمه، فنانه الوقوف معاها كان على خشبه المسرح ده يعني نقله ثانيه. خدت التاريخ على فكره من المسرحيه دي لوحدها. والله العظيم صحيح. صحيح. انا محظوظ الحقيقه ان انا وقفت قدام العمالقه دي، ومحظوظ اكتر كمان ان انا موجود جوه النادي الاهلي، فانا بعتبر انه ده كرم من عند ربنا.